انا محضر لكم مفاجأة. الفرقة اللي جاية تغني دلوقتي حالا جاية مخصوص، والله العظيم والله العظيم كمان مرة انا معطلهم عن التور بتاعهم في امريكا. استغفر الله العظيم يا رب. كل ده عشان عيون شادي. يا نهار اسود هاني، ولا هاني انت فين؟ تعالى يا زرجاله بالافتراح. افتراح ايه؟ البني بيزغزغ والميه بتضرب في حتت. بتضرب في حتت فين؟ لا مش هحرق لك، اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ يا ليه اللي جابه؟ احنا في السويد بتاعه. طب روح ليه؟ عليه يساعد. قدم له حاجه، اتكلم عليه. قدم له ايه؟ تقيل على عينك، انا هتصرف. روح روح. همثل ايه؟ انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي يا هاني. انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الجثه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه؟ روح هات لي الترولي. عايز الترولي؟ يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. لا الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. مش عليا الزفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضه موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. احنا ما بيردش برضه من البرده.
مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي. يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام يا ابو الدهب. ايه؟ جاد عادة ضحي. لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جاد عادة ضحي. ايه يعني انزلك شجر بجرايد؟ لا يعني ما اقصدش يا ابو الدهب ايه، بس الحكاية دي يعني عايزة لها حسابات تانية. اه طبعا انا عناية ليك يا ضحي. غريبة. انت وافقت كده على طول يا ابو الدهب ايه؟ يا ابني انت حبيبي، بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور. يلا اطلع. اهلان والله. اطلع. حاضر. حاضر يا ابو الدهب بيه. ما تنساش بقى وانت ماشي تناول العربيه بنزين وحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي يا ابو الدهب بيه الله يخليك. ما عمري كلت عليك حاجه قد. لا ابدا. طيب ابدا. حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في الريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيلي وشيرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ ده عصابة كبيرة تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضة عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجني عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك. الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم، كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني. هاني مين؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع. ايوه انا اسمي سميدة. لا احنا ما ناخدش حاجه حرام. قولوا لنا انتوا فين واحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. ايوه امال قول العنوان. عارف. ايوه على اليمين. ايوه عارفه. مع السلامة. ده يا جماعة مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الأوضة على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الأوتيل. سايبينه في الأوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طلع بدورين ولا ايه؟ هاي حرام عليكم حرام عليكم، سيبوا نعيش. عيش فينه؟ بطلوا ضرب فيا. جدول ضرب ولا جدول الحصص؟ تن ترارارن تن تن. ده الخليل كوميدي. طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عيب. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل يا جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعة دي قطتي أنا، قطتي ولا قطتي؟ تن ترارار تن تن. الحمد لله. يا جماعة في مصيبة كبيرة. الراجل ده عارف شكلنا، لو سبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين أهلنا. لا لا ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. أنا ممكن أضحكوا وأقول لكم فوازير. يلا. أو ممكن أقول لك فزورة. حلوة يا صغيرة. ها عارف إن حلتها؟ خدت وزتها. حبيبي قولي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلو؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل عسل. بقول لك نكته حلوه كمان. بصي
مرة واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. لا 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 خليل، اي قلبي قلبي اي. ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تترارارا تتت كده قتلته البسمة، قتلته الضحك، انا بحبه جدا. بس بقى تلاقوش ما تلاقوش، انا هكلم حد دلوقتي خلصنا من جثته. ايه ده؟ الموبايل فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال انه هيجيبهولي ما تقلقش. شارع ايه؟ انا نسيت التليفون في الاوتيل. ايه؟ امال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ خرب بيتك، دول اكيد البوليس. حارس سود بوليس. انت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعه. لا لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك والله. خلوني معاه، خلوني. يلا بسرعه. انت على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عيني يا روحي. لا بالراحة عليا. ايه دي والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحة عليا، ده انا متلصق. حاضر. اتفضلي اتفضلي. حاضر كده؟ اه اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعلنا البريلو وحمرلنا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده فيها همبرجر لسه، انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما اعرف مين ده. بقول لك ايه، انت كم واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو من الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما اعرفش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. اه افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. نهار اسود. نهار اسود. نهار اسود. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس يا نهار اسود. ايوه افتح، انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات. يا فندم معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تتفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي ده؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل، ربنا يخليك. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم معرفه، دي انا لسه هموت واتعرف عليها، بس حضرتك ما اديتناش فرصه. دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم، احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك، بس ممكن اطلع على هي بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط، ده بس هو السلم اللي طويل، انا هطلع ابوسها وانزل على طول، بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك، ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ اي انا خله في الملافله. تن ترارارا تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس، لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه، في عم سيف نبقى نجري ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي، ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا. I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمراء سكسي بكتير عن شكلك العادي، والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفه الواد هاني يبص لك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. اسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل، انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا الثلاثه جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه، هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني، بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا.
نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس؟ بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في مكتبه وناخد المجله. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجله بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما أطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان وأتباعهن. أتباعهم؟ هما ما قالوش أسامينا ليه وإحنا مش قد المقام؟ ها إيه الصورة اللي حاطينها لي دي؟ أنا عندي صور أحلى من كده بكتير. صورة تقرف الكلب، صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعباية كانت تبهرك كده تبهرك. شريهان أنتِ بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفة، هو أنا لما ألبس العباية غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده. أوكي. من أخطر وأعتى المجرمون. وتبحث عنهم الشرطة بدراوة. وضعت مكافأة لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة، في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انا لا يمكن ابلغ عنكم ابدا. تبلغ عن... يبقى انت حاطط في دماغك اللي انت تبلغ. لا لا، انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة بأعجوبة بجد، والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل، لا مهما خوفتونا ومهما ارهقتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه، العصابه الخطيره، خطيره ولا فطيره؟ تن 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 تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل محبسه. وكمان بابي؟ انا من خلال برنامجكم بناشد بنتي، بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز اقول لك حاجه يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح ان الميول العدوانيه تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتأصلة. افكرك؟ لا لا اسمحي لي افكرك. نيلي من فضلك ما تقاطعنيش. فاكره في حفله عيد ميلادك لما جبت لك الاستاذ سمير اسكندراني وولعتي له في الدوغلاس؟ ينفع وبيغني اغنيته الجميله يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا؟ يا جماعه بابي فاهم غلط، انا ما عملتش كده. هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. ايوه اكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وابو يا بلحهم. معرفش، مش فاكره انهي اغنيه بالظبط. نيل يا بنتي، الهرب لا يفيد، وانا احسن مثال قدامك. حاولت الهرب كتير وفي الاخر ما تقفش. نيلي الجريمة لا تفيد. وحشتيني. يا جماعة يلا نمشي من هنا بسرعة، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حتة هنروح هتبقى متراقبة. بالظبط، وما تنسوش ان الناس دلوقتي بقت عارفة شكلنا، يعني أي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. أنت مثبت ليه في ال 50,000 جنيه يعني؟ النفس ضعيفة أوي. طب بقول لكم ايه، نروح عند عم بندق؟ ما اكيد عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا. اعملي اداء يا نيلي. بتشي يا صاحه، شفتي البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي، انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. والذبيضه حلوه، والذبيضه حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجه، كلم لنا الديلر عشان نسكور. ماشي، هجيب لكم بودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي الحقيقة كده، احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين العيال اصحابك؟ انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. عايزني اصدقك؟ طب علقوه. لا استنى 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 يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم. سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر، حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. انت
طب يا فندم عرفت علقني بقى؟ ابقى علقني وريني بقى. اه هعلقك. علقوه يا باشا. ده تقيل قوي يا باشا، ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضه دي يا فندم؟ عاجبك المحمضه دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. ارجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الارض. بسم الله ما شاء الله. نزل بقى. بسم الله ما شاء الله. فكره حلوه جدا. الله ينور يا فندم. انا بس هديك ظهر. انا اسف. ها حبيبي براحتك، انت مش غريب. اتفضل اتفضل بالراحه يا رجاله. ها لطيف قوي الولد ده. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم. يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شريهين خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شريهين ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. اتفضل. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسب في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم. يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شريهين خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شريهين ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. اتفضل. نزل نغمات للجرس. استنى اضرب انا. تضرب بس يا ماما. هو هنلعب يا جماعه؟ اكيد البوليس قفشه دلوقتي وعمال يعذبه عشان يقر علينا. يا حبيبي يا عم بندق. يعذبه يا متخلف انت؟ البوليس هيجي له البيت يعذبه في البيت؟ ده البوليس لو عايز يعذبه هياخده الاسم يطلع عين اللي جابوه هناك. ممكن يكون الاسم زحمه ومفيش مكان. طب تفتكروا مين اللي هيكون بيعذبه؟ بقول لكم ايه، تعالوا نشوف من الشباك. انا ما اعرفش حاجه. طب صدقوني انا ما اعرفش حاجه. الراجل ده شكله هيتعبنا قوي ابو الدهب بيه. لا 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 ده بقاله اكتر من 3 ساعات مش عايز يتكلم. بقول لك ايه، شغل السلك. بلاش السلك بقى. ايه ده، ده عم دهب وضحي جوه. بلاش السلك. عليا. اه الحقوا ده بيكهربوه بيضحك، روحه حلوه قوي الراجل ده. يا حرام. يا حرام ايه يا جماعه، دول بيزغزغوه. الراجل حاطط السلك في بقه والسلك التاني في رجله. يا غزي يا غزي يخرب بيتك، بموت بموت. اكيد هو بيغلس عليهم مش عايز يقول لهم معلومات. هو احنا يعني كنا طلعنا منه معلومات؟ اكيد مش فاكر حاجه. خلاص هعترف هعترف هعترف. ما كمل اول وتريح نفسك. قول. طب انتوا عاوزيني اعترف بايه وانا اعترف؟ دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان حل اللغز في قصه ميكي والاوضه السحريه، والقصه قدامنا اهي قريناها يجي 400 مره مش فاهمين منها حاجه.
ايوه ايوه معروفه دي ماما. ما هو ده فيلا ابو الخير جد ميكي. انت عرفت ازاي؟ اهو مكتوب يافطه اهو على 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 السور بتاع الفيلا، فيلا ابو الخير. طب فين بقى حاجات الاوضه المسحوره؟ لا ما دي حكايتها حكايه كبيره قوي قوي يعني متعه بصراحه متعه. احكي احكي لكم؟ قول. صحيح بس هي طويله شويه. قول. يا سلام، في يوم شمسه يعني كانت ساطعة، في يوم قمري جميل كده الشمس كانت متعمدة على وش رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل. أيوة والله العظيم كده هو فجأة رعد زلازل براكين مطر. اليوم ده هو اليوم اللي كان إذانا بقدوم الواد ميكي أبو الخير. وفين بقى حكاية الأوضة السحرية؟ ما هي جولفران هانم في نص الليل قالت يا ظهري يا بطني البطن يلعب رحوني هوب هوب شالوها من هنا لهنا ومن هنا لهنا هوب القرن طش واتولد ميكي. ما انت لسه قايل الحكايه دي. فين بقى الاوضه المسحوره؟ سيبه سيبه يا ابو الدهب بيه خليه يكمل، دي الحكايه لسه هتحلو. كمل يا عم بنداري اوعى تداري. حصل ايه؟ جولفودان هانم بقى بعد القرن ما طش هوب راحوا شايلينها قالوا ايه نوديها المستشفى بقى ودكاتره وحاجات كده هم دي لحقوها هوب وهم بيشيلوها كده الواد ميكي راح عامل مجرس فيها ابن لذينه طلعت نص راسه الحقوني الواد نص راسه طلع بره راحوا شايلينه فاتحين اوضه حطوها في الاوضه على السرير بوم الواد اتظلم. ياه سبحانه ما عظم شأنه. انت بتستغرب على ايه؟ وبقول لك اتولد واد براسيل. اه صح. ايه علاقه اللي انت بتقوله بالاوضه المسحوره؟ ما هي سموها الاوضه المسحوره عشان الواد اتولد فيها من غير لا دكتور ولا داية ولا مستشفى ولا حاجة أبدا. يعني فين أم الأوضة السحرية؟ ما هو قالك قبل كده يا أبو الدهب بيه وحضرتك ما فهمتش عندي بيت مكاوي. يلا فوق وخلي يلا معانا. يلا معانا فين؟ معانا فين؟ هنروح على البيت ده. الله طب ما أنت عرفت الأوضة المسحورة فين؟ ما تروح أنت. فين حتة الأوضة المسحورة؟ الله ما أنت عارف هي فيلا أبو الخير. يلا رجلك على رجلينا لغاية ما أخد الفلوس. لا أنا مش رايح. مش رايح؟ أيوه. شغل السن. طب يلا نمشي من هنا لحسن يشوفونا. نمشي ازاي يا ابني؟ احنا لازم ناخد المجلة. ايوه ناخد المجلة ازاي يعني؟ خش عن نضربهم وناخد المجلة. خلاص يا جماعة سيبوا الموضوع ده علي انا، تعالوا ورايا بسرعة. يلا تعالوا تعالوا. اسمعوا ركزوا كويس، كل واحد هياخد عصايه، اي حد هيطلع هنديله على دماغه ونسحبه على طول. مش معنى بقى انت مديني بقى انت العصايه الطويله وخدت انت القصيره عشان تلخمني. لا عشان لو كنت اديتك الصغيره كنت هتقول اشمعنى انا اللي واخد الصغيره، انا عارف النوعيه دي كويس. طب معلش يا هاني ممكن نبدل مع بعض عشان العصايه بتاعتي فيها شوك. ما بتحبيش الشوك؟ لا مش خدي دي من غير شوك. ثانك يو. ماشي يلا يا جماعه احنا خبطناهم هنقتلهم. لا لا هنضربهم انا مش كل ما اقتل حد يا هاني. ما تخافش ما تخافش. سيف بطل جبن يلا يلا. يلا قدامي. حاضر بس واحدة واحدة عليا رجلها بتوجعني. لا خليك قدامي. أنا مش فاهم بس أنتوا واخديني معاكوا ليه؟ ها؟ أنا هعمل معاكوا إيه ولا إيه؟ الحق الحق إيه اللي أنت عملتيه ده؟ مش أنت قلت أي حد يطلع نضربه؟ بس مش عم بنداري. مش عم بنداري صح عم بنداري. خير الله. خير الله خير الله مين؟ انا همشي انا مش بتاعت الحاجات دي. خير الله مفيش حد اسمه خير الله عموما. حاول حاول ليش بنقدم ليش بنقدم ايه ده؟ صاحي انت لسه صاحي يا ضاحي؟ اه لسه صاحي. مين اللي علمك مسكه النبوت يا ابن النبي؟ اتفرجت على فيلم التوتو النبوت. اه مش بالمسدس. يا اخينا. ايوه عند ربنا دي. Thank you.
انتقمت انتقمت. عامل اللي فيه رامبو ده لو جبت كلب كان حرسني. تفو عليك. هيا سيف، فهمت حاجه ولا اي حاجه؟ طب هي القصه بتقول ايه؟ القصه بتقول ان دونجول كان عايز يسرق قصر ميكي، قام ميكي قفشه وحبسه في الاوضه السحريه وقال له هتفق معك اتفاق، لو كسبتني في الشطرنج هسيبك تخرج من الاوضه السحريه، ولو خسرت هسيبك محبوس فيها. يعني ايه اللي حصل يا سيف؟ مش فاهمه. ميكي كسب دونجول وحبس دونجول؟ لا سابه. ليه؟ هما مش اتفقوا لو كسبوا هيحبسوا؟ العفو عند المقدره. يا سلام، ميكي ده طلع ابن بلد بقى. بس يا ضد هو عم بندق. نعم. فهمت حاجه من القصه دي؟ والله العظيم ثلاثه ما انا فاهم اي حاجه. يعني انا كل اللي انا فاهمه ان انا عارف البيت وعارف الاوضه المسحوره وعارف كمان حكايه لعبه الشطرنج دي. جدك الله يرحمه كان يحب يلعب بالشطرنج يعني، وكان يختار الجيش الابيض، يقول لك العسكري الابيض ينفع في لوم الاسود. اه والله انا عندي حكايه قوي. طب بس سيبك بقى من ذكرياتك وقصصك المقرفه دي، وودينا عند بيت جده القديم. وانا قلت لا، تعالوا يلا اتفضلوا. يلا يلا. ايه ده؟ انت جايبنا الاسم ليه يا عم بندق؟ انت هتسلمنا ولا ايه؟ يا ابني اسلمكم ايه بس؟ اسلمكم ايه؟ ده كان هنا. هو ايه اللي كان هنا؟ بيت جدكو كان هنا. تقعد تقول لي بقى كان هنا، كان بيشرب الشاي هنا وبيحط السكر هنا وبيزروت هنا. والله العظيم ثلاثة بيت جدكو كان هنا. ازاي بس يا عم بندق؟ ده اسم. ايوه، قبل ما يكون اسم كان بيت جدكو. هو بصراحة مش بيت جدكو، ده كان بيت جد جدكو، وبعد كده كان في وقف. الحكومة بقى رفعت قضية، كسبت الوقف ده قلبته اسم. يعني يا رب يوم ما نلاقي مكان بسهولة يطلع لمؤاخذة اسم. لا واحنا كمان مطلوب القبض علينا، شوفي سخرية القدر. طب معلش يا عم بندق، الأوضة السحرية اللي موجودة في المجلة أنهي أوضة؟ ايوه، اول ما تخش الاسم كده هتلاقي الاوضه دي على ايدك اليمين تحت بير السلم على طول. سيبوا الموضوع ده عليا يا جماعه. هتعمل ايه؟ هعسلكوا بقى الموضوع ده. يضع تتحبس يا. سلام عليكم يا دفعه. نعم يا سيدي. والنبي انا كنت بدور على شغلانه وعايز اعرف، مش عايزين امناء شرطه؟ انا امين جدا وما اقربش الحاجه مش بتاعتي ولو على رقبتي. انت شارب حاجه ولا ايه؟ لا يا عم شارب ايه، خد انت عايز، انت تشرب سيجاره مثلا؟ خد اتفضل. ايه خير؟ ليك حد في الحجز؟ لا بس كنت عايز اعرف حاجه. يعني حاجه ايه؟ دلوقتي الاسم ده فيه سلم صح؟ صح. تحت السلم بقى فيه اوضه، الاوضه دي بتاعت ايه؟ وبتسال ليه؟ لا اصل انا كنت بدور على حاجه جار جديد، وهنا الاسم جنب الشغل فيبقى مصلحه. انت هتستظرف يا خفيف؟ يا عمي بنهزر معاك، خد سيجاره تانيه. ايه؟ لا الصراحه انا كان ليا مصلحه في مكتب التجنيد، وعايز اعرف مكتب التجنيد فين. انا بقول كده برضه انك متهرب. عموما مكتب التجنيد في المبنى الملحق اللي هناك ده. المبنى الملحق؟ اكيد كان بيلعب طول السنه وما فتحش شباك ده. باين عليه خفيف. لا يا عم بنهزر معاك، خد سيجاره ثالثه. ايه؟ طب الاوضه بقى اللي تحت السلم دي بتاعت ايه؟ دي الحجز. الحجز الحجز؟ تحب تخش؟ لا اخش ايه، لما اروح اعمل مصيبه وابقى اجي لك ان شاء الله. اتفضل يا بيه. ماشي شكرا. احب ابشركم يا جماعه ان الموضوع طلع اسهل مما نتخيل. الاوضه اللي احنا بندور عليها دي بقى طلعت اوضه ايه؟ ايه؟ اوضه الحجز بتاع الاسم. لا حرام عليك يا جدو، بجد حرام عليك، ربنا يسامحك. ربنا طبعا هيسامحه، يا بنتي دي كان بيحبكوا قوي قوي. بعدين هو ايش عرفه ان الاوضه دي هتبقى اوضه الحجز؟ لا انا متاكده انه كان عارف، امال هيلففنا ازاي ويدوخنا ويبيتنا في الشارع. طب يا جماعه احنا مش هينفع نقف هنا اكتر من كده. عم بندق معلش هنتقل عليك بقى ونبات عندك النهارده. تباتوا عندنا؟ لا 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 لا، انتوا كده مجرمين، والتستر على مجرم كده اروح انا في كلابوش. في ايه في البيت عندك يا عم بندق؟ مش قلت لك اول ما راجل الكبير شعره يبقى رزي اعرفي انه ها؟ عيب يا واد الكلام ده. اكتشفوا انا مبيات عندي؟ لا انا قلت لا، اذا عوزتوا اي حاجه بقى ابقى كلموني. ما احنا عايزين وعايزين نبات عندك. وانا مش موافق، خلاص؟ مش موافق. اتصلوا بيا في اي حاجه تانية، انما بيات اروح انا في كلابوش ليه؟ مين انتوا؟ خلاص يا جماعه مش هينفع نقف نتصور هنا، يلا نغرف في ده. خلاص يا جماعه سيبوا موضوع البيات ده عليا انا، عندي مكان محنده كده هيبقى حلو قوي. مكان انت لاقي تاكل؟ تعال بس ورايا. غلطه اللي بتتكلم بيها دي، شوف شبك يا.
بردش ليه الغبي ده؟ ده فين يا ضاحي الزفت؟ كنت بتكلمني ابو الدهب بيه؟ انت فين يا ضاحي؟ معلش كنت بجيب اكل بقى. ده وقته انا جوع. تعمل ايه؟ عملت ايه جوه؟ عملت زفت. عارف الاوضه المسحوره اللي في القصه طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ طلعت اوضه الحجز اللي جوه. يا نهار اسود الحجز. اه حظ ذكر. معلش بقى ابو الدهب بيه، عوض عليك ربنا، هي عمليه معقربه من الاساس. معقربه على مين؟ يالا على ابو الدهب؟ ده انا ابو الدهب مفيش مشكله تقف قصادي، لازم احلها ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي بس يا ابو الدهب بيه؟ اقول لحضرتك على حاجه. احنا نخش نسلم نفسنا في الاسم بقى. شد قال الله انها فكره. فكرتي. بس احنا مش هنسلم نفسينا. امال هنسلم مين؟ هنسلمك انت. حرامي حرام. جريني جريني جريني. حرامي ما امشي معاك. حرامي الراجل ده كان جاي يسرقني وانا واقف قدام الاسم. حرامي تسرق قدام الاسم يا فاجر. لا 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 ده بيهرج بيهرج بيهرج. تسرق واحد قد ابوك يا جبان. جريني جريني. خد اسحبه ابو دهب. انا هخش. استنى استنى. فين السندوتشات؟ اهي اسحبه يا شويش. اسحبه ايه؟ لا بلاش الحجز ابو دهب. ابو دهب ما تسيبنيش يا ابو دهب. مش هسيبك الا في النيابه. لا الحجز لا. حرامي المحامي يا جبان. اكلم ماما. طيب انقذوني انقذوني يا اهلي. مش عارف انط عالي قوي. ايه يا سيف الجبن ده؟ يلا مش قادر. كلنا نطينا. جسمي كله متخشب. هاتلي سلم. طيب بتعمل ايه؟ على فكره سهله جدا. يعني انت يا هاني عايزنا نبات هنا في الحديقه الدوليه؟ هو احنا شحاتين يا هاني؟ انا نفسي ابات في سريري بقى. بس يا ابني بس بس في امن ممكن يسمعونا. انا مش فاهمه انتوا بتتنططوا على ايه ده بدل ما تشكروه. هو احنا كنا لقينا مكان تاني؟ بعدين ده مكان جميل. ده كنت باجي انا وخالتي خميس وجمعه هنا وخميس وجمعه في الفستان. ما تفكرنيش بليز. انا كمان كنت بروح ويكند السخنه وويكند الساحل. هو الفستان دي جنب الساحل؟ لا جنب الجياره. يا جماعه قولوا لي بقى، تحبوا تناموا فين؟ في الركن الفرنساوي ولا الركن الطلياني ولا الماليزي ولا البنجلاديشي؟ اي حته قريبه بليز عشان رجلي وجعتني قوي من المشي. مين اللي قال ان احنا هنمشي؟ تعالوا ورايا يلا. ايه ده؟ يلا. مش قادره اجري. انا مهلك انا مهلك. اهلا اهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. هي هي هي. على فكرة المكان ده ينفع للمديتيشن قوي. هاني ايه المكان القذر اللي انت جايبنا فيه ده؟ وايه صوت الضفادع اللي انا سامعها دي؟ دي هتقوم تاكلنا. قذر المكان ده يا سيف انا قضيت فيه احلى ايام حياتي. ده ايوه كنت انزل ميدان روكسي واستنضف لي نتفة حلوة كده. النتفة ده طبعا حيوان موجود في المحمية اللي احنا فيها دي. حيوان النتفة ده بس من فصيلة الثدييات. فهمت. ايوه اجيب بقى حيوان النتفة ده هنا ونبات بالتلات ايام، نقعد في البيت الياباني اللي هناك دهوت ونقضيها بقى. وبتعملوا ايه؟ هي كانت بتقعد تعمل الحركة دهيت وانت بتعمل لها كده. بس انا ببقى شوشو. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ايه رأيك في المكان؟ تحبي نبات هنا ولا نخش البيت الياباني نريح شويه؟ ليه ان شاء الله؟ فكاني زي المعفنين اللي تعرفهم؟ لا حبيبي انا مستحيل ابات في الياباني ده، هطلع على الهولندي. ممكن نبطل هاري ونشوف حل لموضوعنا. ايوه بجد احنا لازم نلاقي الفلوس ونرشي الناس كلها بقى ونرجع لحياتنا العاديه. ايوه هنرشي ازاي بالفلوس والفلوس جوه الاسم؟ انا عندي حل يا جماعه هيقدر يدخلنا جوه الاسم. ها دلوقتي مش احنا مطلوب القبض علينا؟ خلاص احنا نروح نسلم نفسنا يدخلونا الحجز ندور براحتنا. شيرين حبيبتي ممكن تهزقي هاني عشان انت عارفه اني اتغيرت خلاص مش هينفع اهزقه. انت حمار ياض. عشان نجيب الفلوس نتحبس؟ طب انا عندي فكره، احنا نخش الاسم نطلع بطايق. شيرين حبيبتي معلش هتعبك معايا، ممكن تهزقي سيف كمان عشان احنا المفروض هنتصاحب مش هينفع اهزقه. انت حلوف ياض. طبعا ما ينفعش، مفيش غير حل واحد، نتنكر في الضباط وندخل الاسم. شريهان ممكن تهزقي نفسك بقى انت كمان عشان انت طلعتي حماره زيهم؟
انت حمار يا شيهان ستوبد. هم هيلبسوا ظباط، انا وانتي هنلبس ايه؟ مضيفات؟ يا ريت اوطان وممرضات. ما تلم نفسك ياض، انت مالك موبيا كده ليه؟ ممرضات؟ طب في كل الافلام اللي شفناها دي اللي عايز يتنكر بيعمل ايه؟ يا اما بيخش الاسم على اساس ان هو ظابط، يا اما من لجنه حقوق الانسان. ده متخلف يا ابني، هنعمل لجنه جوه الاسم. لا ام سوري، هو مش متخلف. حلوه الفكره دي يا سيف. عجبتك يا نيلي؟ حلوه قوي. حلوه يا سيف، حلو. ايه ده صح؟ طب ما احنا هنجيب فلوس منين عشان نجيب لبس التنكر؟ احنا بصراحه معناش اي حاجه نبيعها الا حاجه واحده بس، الموبايل بتاع نيلي. عيني فيه. لا موبايلي انسي، انا ابعني انا شخصيا بس موبايلي لا. يا ست الكل، امال فين هبطل سجاير واكون انسان جديد والتغير والحاجات الحلوه دي؟ ايوه بس حرام عليكم يعني، ده موبايلي. طب اكونكت مع العالم ازاي؟ معلش يا نيلي، خدي موبايلي انا وكونكت بيه مع العالم، بس ما هو ما عليهوش واتس. هاتي بقى. يعني انا همشي بده؟ لا عادي خلاص، ما انا ماشيه بالعبايه السمراء بتشرتر وكده. طب يا جماعه احنا ازاي هنبيت في وسط الضفدعات دي؟ نبات في وسط الضفدعات ده واحنا نايمين؟ الضفدعات دي هتخش علينا هتشيلنا وتمشي. لا دي سلاحف النينجا اللي انت بتتكلم عليها دي. هو ازاي النينجا؟ ما اسمها ايه؟ بلدي. ما اسمها ايه؟ نينجا. ايه؟ ادخل. صباح كده يا باشا. مالك يا ابني ديك بتراش ليه؟ هتوقع الشاي بلبن. ما هو في ناس حواجات بره بيقولوا ان هي لجنه الامم المتحده. الامم المتحده عندي في الاسم؟ ايوه. ليه؟ بيقول ان هم بتاع حقوق الانسان. حقوق الانسان؟ ايوه. وازاي ما اخدش انا خبر بموضوع زي ده؟ ما هي بيقول ان هي مفاجاه. يعني ايه مفاجاه يا ابني؟ احنا في مدرسه؟ بقول لك ايه؟ روح خرجوا المساجين وحموهم ولبسوهم لبس العاب وما تنسوش ترشوهم. سامعني؟ وكلموا قلبي كلم الوزاره. ماشي. شوف موضوع حقوق الانسان ده. ماشي يا فندم. تعالى لف. روح عندها لهم ماشي؟ حالي. بس اخرهم 10 دقايق ناكل لقمه. اتحرك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير، انا عشت مع انا في اسكندريه، كانت تبيع بقلافة على الامة، وكانت عايشة مع جده الخواجة كرياكوس. انت اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسة بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. فيفا اسبانيا alzad los brazos hijos del español que vuelve a resurgir gloria a la patria que supo surgir sobre el azul del mar el caminar del sol. وجيتك من اخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. انا ما حدش يتوقعني. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك انا المترجمه. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه؟ كنا دبحنا، كنا صحينا المساجين يستقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش فاجس بوس باري يا بودوكا فارتينا رابوتي. ازاي خاف فاكيشن؟ بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مامور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذنك بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاس كاس بوري كرشا ميامانتي نويبو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاس كاس بوري يا خاتشو بس ما تريت ميستا. We go first check the place. After you prepare food, maybe after we can drink vodka, whiskey.
بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جوله في القسم على ما تحضروا لنا الغدا والفودكا فيسكي. هنا يا حاضر فندم. هنا يا خاتشو دفاي كيلوغرام ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغدا يكون 2 كيلو لحمه واربعه حواوشي من عند شعراوي. هنيا هنيا اجورتسي بامدوري. وزود الطحينه والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم ميه سلطه معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجوله بايه؟ ايه رايكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفه. مأمور انت تقول ايه؟ احنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، احنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب. هو انا تلميذات؟ عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. ايوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا. ايه اوكي. اتفضلوا يا استاذ. خليك مامور انت. اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل. اتفضل كده اهو كده اهو. ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحده واقفه في مكانها. طب ان اللي ما بدل الخوته دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك. كرش ايه اسمه؟ كرش ملك whatever. لما عمل له كده قال له على مربع الملك هذا المربع او كعكه في الخطيئه وجعلني افوز. فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن جايز برضه. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود والصف اللي قدام هو العساكر واللي ورا حضرتك طابية حضرتك حصان حضرتك فيل. معلش بس استاذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله. يعني الحصان يعمل حصان الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني لو خدتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه مش بيأكتوا؟ اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. الله بنقول العسكري الابيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطتين. لا 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 حضرتك يا طنط حضرتك نمبر 2. انا ايوه حضرتك. حضرتك في فريق ايه؟ الابيض. ودورك ايه؟ انا العسكري الابيض. واللي وراكي دي ايه؟ حصان ابيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطتين. ما تتحركي بقى بلاتين ما تبقيش غبية. حاضر أوف. حاضر ثانك يو صباح. تاني حاجة العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنقل اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلصي يا أختي انتوا وهي مستحملينكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل اسفه. وانتي يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هم ايه دياجونال ده. اشرحي لهم انتي. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. اه سان بوكسا. سان بوكسا. الفيل الابيض يتحرك سان بوكسا يمين. رابع حاجة الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا اعملي ايه؟ استني يا ولية بتعملي ايه؟ ما انت قلتيلي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها. اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطبية البيضة ياخد خطوتين. تقتليها. يتحرك ثلاث خطوات وكش مات.
يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحه حته. لا خلصي صباح، اللعبه خلصت. خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انتي الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسقف لصباح يا جماعه. انا الكوين بتاعتكم؟ ايوه. شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ قعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. شريهين، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعيلي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتورة البلاطة عندها حاجة؟ لا مفيش حاجة، البلاطة بتسهل بس. يا ظريفة استني، تقريبا البلاطة دي تحتيها حاجة. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجة عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجة اكسر بيها البلاطة دي؟ يا مو سماح. أمور يا حبيبتي، معاكي حاجة يخشي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورزقك بقى. اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، ما بصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه. صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. ياكي. يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد. اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شريهين. لا يا نيلي. خلاص يا شريهين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا جدو يا خالد. لا يا جدو يا خالد. لا ثانك جاد ان في ميه. هاي شريهين، حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها. انت نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهواء يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي، عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه، تفتكر هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن، هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان، انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق. عين خدي يا حبيبتي. تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا خالتي ام سامح. والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ هشوف لك. يا رب يخليك. الهدية دي ما بحبهاش. خد هدي الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي يا حبيبي شكرا. ام سامح يا اختي ما تشوفي كده، جاتي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات، بص هتيجي بعد ساعه. ماشي. عايزين حاجه يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سامح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سامح؟ قول لها عايزاها صحيحه ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا أم سماح. مش معقول أم سماح، أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبينز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا، عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي خدي. استني. اشربي يا اختي بالعنب والشيفه.
طب انا عايزة بفوم. ادي يا اختي شوف اخرتها. خدي يا حبيبتي. شيرين انا جاتلي فكرة فظيعة، خطة معتمدة على ام سماح. ام سماح ممكن تيجي معايا ثانية عشان انا عايزة ادور في الكشك بنفسي على حاجة؟ عينيا يا اختي يلا. على اذنك يا اختي. بدالي كل حتة. مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة خلاص يا عم الحاج بقى. مية وعشرين سنة، مية وستين سنة، ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا عندنا، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم مية وعشرين سنة. مية وعشرين سنة بس. اهي جت اهي. مين دي؟ الفكرة هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب ازاي وخطة ايه؟ بسيطة، احنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الانذار يضرب يفتحوا البيبان يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو فيه إنذار، مين اللي قال لك إن هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا. احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. وعم حسين ده جاحد. والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه ومش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقود. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى. من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا. لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع لمواس. لا 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 مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي يا سيدي. ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتذبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضحي، بس يا ضحي يا نازله بقى تقعد. بس يا ضحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلوني بعديها على طول عشان اللي انت عايز. سيف صادق هذا الحق اهو افندم. هاري شاكر محمد فؤاد. انت اول مره تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد؟ صاحي محمد منير. وري اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حاج؟ بص منه هو جاي وفي عين الشر. يلا طهو اهو. 120 سنة خلاص بقى. طب 120 سنة. نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت. بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع التعويضات للناس اللي كانت مقدمة فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجة يا سيادة المأمور؟ لا لسه يا حبيبي، في شوية إجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغرف داهية.
حسبي الله ونعم الوكيل. ابو الذهبي ابو الذهبي ربنا يكرمك ابو الذهبي. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. اظن ان انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. تفضل المجله اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بتعمل المؤاخذه اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني. بعتي حلمي كانيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكم كلكم. اسفه ده يا عسل، انا كاعد دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي، اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زماري غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه استحمى انضف اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتك. واعرفك ازاي انا ضحي؟ عرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه، انا الحشرات الزحفه بتاكل في عمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتل. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا افهمكم هناك. يلا. تسعين جنيه بجول بورسعيد، 7.5 جنيه. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي. 7.5 جنيه كبده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ ايوه. ابن النصابه حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571 جنيه. انا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيل، انت حالتك حاجه يا ماما. بس بس انا مش عايز كلام، انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت. انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس، ما المجله مع عم دهب. لا عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجه؟ انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب، قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله. وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه، كانك قاعد في كارفور بالظبط. انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحنا هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه، هو احنا في بينا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، وير اولموست دان. وبعدين بقول لك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكلة بقى، إن العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه إنه العدد الأخير. طب إزاي العدد الأخير ولسه في أعداد بتتبع؟ العدد الأخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجلة، مش العدد الأخير عامة. طب إزاي يا جماعة الحل في العدد القادم وده العدد الأخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، أحلى كوباية شاي عملتها لكم بإيديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب،
ومباشرة، فلو سمحت خلي إجاباتك برضو مباشرة من غير لف وحوران. تحت أمرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه يا سلام. ايوه طبعا، ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكي لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص دلوقتي. جده بيقول ان الحل في العدد القادم. في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان ليه حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟ مفيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص؟ الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعه؟ ايوه طبعا موجود في المطبعه. وحضرتك تعرف المطبعه دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعه فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانيه واحده يا جماعه. عم بندق انت متاكد انك تعرف مكان المطبعه فين؟ اكيد. ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدد وتبنى مكانها حاجه تانية؟ ابرغ نايل سيتي يا اختي. يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله، انتوا قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وغلط. بس علينا يا عم. شوفي مش هو ازاي؟ انا مش هتكلم. كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه، اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب، وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحه ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه. الله، مكبرين الموضوع ده عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسوده. يعني ايه مسوده؟ المسوده دي زي العدد بالظبط. جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسوده كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجوده المسوده دي، موجوده في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ مالكو ما سالتوش عن المسوده على طول؟ انتوا سالتوا عن المجل؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبخ. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟ اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا، هو ايوه 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 بنداري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 لا. هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متاكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متاكد. متاكد متاكد؟ صراحه لا مش متاكد، اكذب. العدد ده قصه واحده بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس، لكن ما حطش الحوار. يا سلام، كانت قصه حلوه قوي قوي قوي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصه دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصه طويله حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقول لك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص، ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه.
انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع الكسة وخلاص. التلاتة دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبة صغيرة قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبة دي ومخبيها، وراح راسم خريطة وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبة. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد آخر المشوار حلوا اللغز الكبير، وصلوا للعبة. جي ميكي راح واخد اللعبة دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدود. اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه 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 بنداري، انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده، ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد، اكذب. العدد ده قصة واحدة بس مفهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي قوي قوي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها في ايه؟ طيب حاضر هختصرها يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانة واخدة برشام فلخص. لا خلاص مدام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط، بطوط ده كان ليه تلاتة، التلاتة دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطة. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع الكسة وخلاص. التلاتة دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبة صغيرة قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبة دي ومخبيها، وراح راسم خريطة وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبة. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد آخر المشوار حلوا اللغز الكبير، وصلوا للعبة. جي ميكي راح واخد اللعبة دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدودة. حلو قوي، حدودة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي، يمكن
اهي الهوا في الساعة مبندول. ايه الساعة مبندول دي؟ مفيش أي حاجة هنا جوه ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعها وسعها. عايز شاكوش؟ شاكوش شاكوش. في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يو انت هتقعد تقرا؟ انا اتخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش اطمن. لا اطمن اطمن هاني. ايوه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب أيًا كان اللي جوه واضح إن هو حاجة صغيرة. بص يا جماعة لو ما كانش أتليست حتة ألمازة قد كده يبقى إحنا اتخرب بيتنا. إيه ده؟ إيه الهبل ده؟ هات الهبل ده. استنى كده رجعها يا هاني. يا جماعة في حاجة جوه. حاجة جوه إيه دي؟ حصالة. هو جدكم كان شال الكنز وهو في تالتة ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هاني عشان نبقى بوزيتيف بس. ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه اصغر من اللي انا توقعتها. بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننه كتير كده من اتورا يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش. خلوا بالكم بس عشان الاتورا اللي هتحصل. يا رب. في حاجه؟ ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على الأربعة يبقى 570 ويبقى أنا كده خدت حق يا جماعة ويبقى فاضل لي جنيه وأنا مسامح فيه. يعني إحنا قاعدين ندور على كنز عشان في الآخر لا مؤاخذة يطلع جنيه ذهب. أه ما أكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب هاتوا يا جماعة. استنوا يا جماعة أكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات اكيد اقل من الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها بس ممكن نلاقي حاجه يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي. احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا. هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره. انت كسبتي. كسبتي اهلك وناسك. كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمه العيله. جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. انا مش زعلانه خلاص يا جماعه عشان ما لقيناش الفلوس. بالعكس انا مبسوطه عشان مشينا الرحله دي مع بعض. وكمان انا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي ومبسوطه اكتر ان انا عرفتكم. ممكن اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش؟ انا بجد عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ينفع اسلم عليكم اصلا. بس دلوقتي انا ما اقدرش اعيش من غيركم. انا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعا هتخرجي بابا من السجن. لا عشان اجيب النيو كولكشن الصيفي لان انا لابسه لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبه لي حاجه مهينه جدا. وبالباقي كنت هطلع بابي. لا لا انا اتغيرت. الاول لما لو لقيت فلوس هطلع بابي وبعدين بعد كده هبقى اجيب لبس. انا كمان يا جماعه اتغيرت ولازم يا هاني اجيب الكولكشن لاني خلاص من بعد ما دقت النظافه مش هينفع البس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ ايوه صح. يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه. استنوا لما ولا تغيرش. هاني ايه هات الجنيه الذهبي اهو. خدي حلال عليك. يعني جدكم ده يعني الراجل ميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب. زعلوش مني يا جماعه. ييكي عمل لهم لعبه كبيره زي اللعبه الصغيره دي للثلاثه واداها لهم مكافاه عشان حبهم لبعض. Thank you.
الله، انت بتعيط ليه بس دلوقتي يا عم بندق؟ ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي. انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك، جدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدي الفلوس وبالفلوس الذهب دي. وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بالفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو، كده زي ما اكون بتعمله منبار واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر بتاع والله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده. ايه مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب، وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز. الالغاز بتسالوا الالغاز، لما ما سالتونيش على الفلوس ده. صح صح صح. ايه يا جماعه، في حاجه جوه. جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا هاني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرج ونشوف في ايه. ماشي، بس بقول لكم ايه، انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره، سيبوني انا وسيف نفتحه ده بقى. ماشي، تعال بس كده. تفتح ايه؟ مش هعمل حاجه، هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه. ادي الشاكوش يا شوشو. حرام عليكم، حرام عليكم. اسمع انت فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت متاكد ان احنا ماشيين صح ابو الدهب بيه؟ عيب هلا، انت مع ابو الدهب اللي ما تفوتوش فوته. اصبر على حقي. لكن اخده من بوق السبع. ايه القصه؟ بتقول ان الكنز في قريه اسمها بيبيتو خواريز في صحراء المكسيك. ما كفايه خواريز بقى ابو الدهب بيه. اخلص. ايوه، يعني قدامنا قد ايه؟ هانت كلها يومين بكتير. يا نهار اسود، يومين؟ طب هات شويه ميه من اللي معاك. انا مش لسه بديك ميه من 7 ساعات. ايوه خلصوا، هات شوية مية بس قبل السفايف. اخلص امشي. حا حا، ده حمار مكسيكي يا غبي، هيفهمك تقول له حا. امال اقول له ايه؟ قول له خا خا. خا. حاضر. خا خا. خدني يا رب. يا زهرة نيسان.
اصدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه، ونص وشي الشمال منمل، وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما هو انا كده لما بفرح زياده بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت، ايه ده؟ مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه، وان كوين ان از باك، وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا بيتي انا هو بيتنا. لا معلش، نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده، انا بحب المودرن. تاني يا نيلي؟ تاني رجعت للعجرفه دي تاني؟ سوري حبيبي، انا اعيش معاك في اي داهيه. انا بعرف اظبطك ازاي. شريف يا سو، يلا يا مامي يا مرفلاي. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعه؟ اصل ما ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصوره. يلا. اوكي. العفو. شريهان تعالي معايا بليز، عايزه قاعده للدريس. ماشي. انا رايحه التواليت. باي. باي 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 يا خال. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي. وانا شريهان. وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحس لي مخ. يلا يا بت. يلا. اوعى حد يقول حاجه. اوكي. خد جيب الهنا والشفا. اي اوامر تاني يا ست صباح؟ اسلم ايدك يا بتاوي، تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشفا، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بق بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورط وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني يما. احنا لسه معاكوا في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعة ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعة ونص كاملة؟ ساعة ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزة اخرج من كل التابوز وافكر out of the box. كفاية بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسة.
معقول الناس زهقت كل يوم لحمه فراخ سمك؟ فقر النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري المشاهد العربي المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي، فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين وجوده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي ملهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي على قد حالي ودنيتي 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 توعد ولا توفي. ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حنفع كده، الدنيا حنفع كده ما تيجي في يوم صفي. ليه القاسي ومفتري الدنيا بتبوسه واللي بتبوسه؟ الناس مفتري الدنيا بتبوسه
صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريا. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس انا بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ اه مكتبك. اتفضلي. ده مكتبك. وحيت امك. ايه؟ يعني شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. أوكي. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله الله يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير. بس والله لو السقف وقع على دماغنا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله على الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي يا نالي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معانا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ اه عشان الانترفيو. ده انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا جيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنت بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا. ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض. ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده اكشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه. يو نو وات سمينة از اوف كورس. يس. انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. هي بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ That's so weird. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. نيفر اندر استيميت مي. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ يس لمي تشيك بليز عشان عندي حاجه. البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنا. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب.
هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفة عقبال عندك. سنترال يعني؟ سنترال. دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو؟ ايوه يا فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفان وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انت. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل مني المدير كده على طول؟ يلا يلا روحي. ماشي. إلسا استاذ فلايت. ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت؟ حلوه دي راسيه كده. ازيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش، انا ما اقصدش حاجه. جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها، انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت. هم ازاي؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شيرين مبروك يا حبيبتي، اول يوم شغل. ربنا يخليك يا عم. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شيرين. عارف شيرين دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. أنا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وأنت كمان شريهان، لو عاوزة تتعلمي أصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس أنا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطري. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفة مستر منير ده هيبقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم، حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونية. تاني؟ هو في مفاجأة تاني؟ هما اتنين؟ أمال أنا ملك الخلفيات. أسيبكم وأنا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا أنسة شريهان، أنا عايزك تركزي معايا كويس قوي. أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. ما حدش له دعوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخناقه دي؟ ملناش دعوه بقى يا سو، عايزين نشوف فين سيف ده. ما تسالي كده لو سمحت. هاي هاي. لا سمحت، هو فين سيف جاي الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفين سجقه؟ طب حد الشر حضرتك سجقه؟ اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو، يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله. حضرتك ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد في العربيه. انا مالي حضرتك، هو اللي فايق. معلش غلطت، البني ادم خطاء. انزل كلمه، حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي، حكايه كفته دي. حلوه الكفته، اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال؟ انا ما ينفعش انا وانت نتضرب. انا وانت هنموت كده، لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايته. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا بدل ما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو. ايوه امي. لا ازاي حضرتك، عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. لا بجيب سجق او كفته. ايوه ماما.
امي ادعي لي يا امي. ادعي لي شريف، ادعي لي شريف اكتر مني لان هو محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. انا كويس. طب الحمد لله. طمني، امال قلقان ليه عليك يا اخي؟ فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال، اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا، اهلا بيكم. يلا نبطل فرق بقى. لا لا عيب، نبطل فرق ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا بتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فكره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح، ثانيه واحده، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى 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 تعالى. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل. اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي، اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنه يا اسماعيل؟ سانك. هو بيشكرني ليه؟ لا، سانك بالالماني يعني 8. 8؟ ده عنده 8؟ لا، عندي 5. 5 سنين. 5 سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني كنت لوحدي وبعمل الحاجات دي. انت كل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي كنا لوحدي بتاكل لوحدك؟ تمام، حلو. طيب يلا بقى ايه، نغني لسمعة هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه ده عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعة؟ عبيط ده، انا كانت فرصة من غير تورتة. من غير تورتة؟ طب ايه، نجيب له تورتة يعني ولا ايه؟ ناصح. طب نغني ايه يا سمعة؟ فرتكة. طب يلا، فرتكة على الطبلة وعلى السكسكة. فرتكة على الطبلة وعلى السكسك. يلا يا سمعة، يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكة ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي يا ترى فين لوز الأراجوز؟ اطلع يا لوز يا أراجوز يا عبيط. اطلع يا لوز يا عبيط. اهلا وسهلا بأطفالنا الحلوين، دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوية، ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة، بس لازم أنده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة. أهلا يا ولاد، ما تلم نفسك شوية يا لوز يا أراجوز. ما أنت اللي بدأتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا ما دام اصطبحت بوش العقربة البومة الشريرة خالتك صباح. طب وحياة أمك لا أقول لها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟ آخرنا 10 minutes. أنا مش بقدر أستحمل الأعزية دي، بتبقى كئيبة قوي. أصلا مش عارفة بقول إيه دلوقتي. بقية في حياتك، شدي حيلك، something like that. إيه يا بنتي الكلام القديم ده؟ كل الناس بتقول البقاء لله. أوكي. فين بيكو؟ هي here she is. بيكو حبيبتي، البقاء لله. بس يا حبيبتي هاتك البقاء. بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي، شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كانت تعبانه قوي في الاخر، بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي، خليكي كده بوزيتيف. حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك للمدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو، كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا ماما بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاور لك؟ فاكره. شي سو كيوت. لا كانت فظيعه، انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايدة. ايوه زايدة. فاكره. لا يا بيكو انت مش فاكره، انت كنتي بينج، انا كنت واقفه معاها بره. انت مش فاهمه، الست كانت منهاره. ايوه كانت عماله تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه، حته مني اللي جوه، كان ناقص نجيب لها اوضه جنبك. خلاص
وخطوبتها. انت ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ نيلي بليز ستوب ات. خلاص خلاص. لا يا بيكو، ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره، هي مش هتلحق تشوفك وانت عروسه. خلاص بقى، حرام عليكم بقى. يا حرام حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف. ايه هاني؟ في ايه؟ حرام عليك، انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاع دي. كيه ما خدتش بالي؟ خبطتني على فكره. خلاص الرأس بعيد عني. طب ركز بقى شويه، ركز. الله يا حبايبي يا حلوين، يلا انت يا صغير طلعت بره. يلا اه مش قادره اتنفس يا هاني. ما توقف الكراسي دي، حرام عليك، انا مش قادره اتنفس. يلا يلا حبايبي. انت ليلتك سودة وحيات عمري ما انا سايباك. انت جلدتي ولا ايه؟ الله انت بتضربني، حرام عليك. انا قاعده مستحمله بالبتاع الزفت ايه ده؟ يا بنت الغبيه انت بتضربيني بالكرسي. انت كمان غبي يا هاني. انت ليله اهلك سودة النهارده. بيتك يا بنت الغبيه اطلع. لا ما حدش يقدر يطلع. انت غريب المجانين، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. شادي شادي، هاو دو اي لوك؟ يو لوك جريت. هاي شادي. هاي. هاي ازيكم، عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده، مبروك. I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico. اثبتي يا شوش، اثبتي. انا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخني في خماره ولا انت امير قراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بنت انت بنت. إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقص لك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانه. مش طالع. اطلعي يا جبانه. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالع. ماشي. ماشي يا شوش. انا مش همد ايدي تاني يا شوش. تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. انت بتضرب، انت بتضرب يلا عشان ايش؟ طب وحياة امي. طب اصبر. هتعملي ايه؟ اصبر عليا. اه بس بس خلاص خلاص خلاص. كفايه هتقلب بجد على فكره. بس. يلا اتنقلي اركبي عشان اوصلك. اسف. لازم تعتذرلي الاول. يا جبانه، ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذرلك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس، تعتذرلي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذرلي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس، وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى. هاني ايوه يا سو، ايه اللي مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاع دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد زفته، وهو حيوان لايقين على بعض قوي. سو، هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. ولا اقول لك خليكي خليكي خليكي، ابعتي لي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قولي لي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبيه،
عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبيه غبيه. عايزه اتسحب تتفصل زي دي يا جماعه. حد يلحقني. Oh my God, no way! No way! No way! بابي الحقني! أنا خبطت برتقالة بالعربية! إيه ده؟ أنت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم أنا مش عارف أدخل كده، هتحشني يا عم! اتحشرت والله! أنا قالك البسيها يعني؟ محمد! إيدك معايا والنبي! محمد! بقولك إيه؟ احنا عايزين نغفلها انهم قلبينها على شفا ونزل براش الاول ومش قلبان على جوه على جوه. ماشي. لا استنى بس يا عم. يا عم يا عم انت ما تدخلنيش يا عم. ايه اللي على شفا ومش قلبها ده يا عم؟ خلاص بقى انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا 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 ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقال على اللحم. طيب بقول لك ايه، يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه. شريهان خالتي خالتي بنتي يا شريهان خالتي عامله ايه يا حاجه؟ ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضو. طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المره الجايه اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المره الجايه. ايه يا بنت ما تمسكي نفسك شويه، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي مش قادره، هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. سيكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت مكتب البيل مامور فين؟ ايه ده استاذ عبد الله؟ ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقة لا. أنا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم إيه يا أستاذ عبدالله؟ أنا صباح أخت شادية مرات عبد الحليم. هي شادية اتجوزت عبد الحليم؟ آه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير إيه بس يا أستاذ عبدالله؟ ما تفوق يا أخويا معايا. عبد الحليم أخوك. عبد الحليم أخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسألش، حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجة؟ ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله، فين كانت لموناي صغننه كده. ايه يا شريهان عامله ايه يا حبيبتي وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربيات يا استاذ عبد الله؟ طبعا، ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله، ثم إحنا عيلة واحدة، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم أنا المعلومات اللي عندي إن نيلي بنت عم لبلبة. آه لا ما أقصدش كده، لا يا فندم نيلي بنتي أنا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية إيه يا فندم؟ شريهان يا فندم أخت عمر خرشد. يا فندم مش القصد. أنا فاهم حضرتك ببساطة. أخويا عبد الحليم. حضرتك أخو عبد الحليم؟ آه. حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شاديه خلفه شريهان خلاص. ونيلي بنتي انا
وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيق يعني. والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صله الرحم ما كانتش قد كده يعني. العلاقات خفت ما بيننا يعني. فتقريبا البنات ما شافوش بعض من ما شافوش بعض خالص. الحياة دي غلطتنا احنا الكبار للأسف يا فندم. يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء. نعم أؤمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح. بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي؟ مش موافقة. مش موافقة ازاي شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان، انا هقولك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى مية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحدة، إن الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش أي علاقة بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجملة عمره. خلاص تمام يا حضرة الظابط، بس بوس إيدك خلينا أروح عشان أقلع البرتقانة دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ آه يا حبيبتي. قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وأنا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين؟ اللي هنعيده هنزيده. الله No way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانة. أنا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. No way بنت عمي أنا تبقى الجربوعة دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، اللي سكتلك من الصبح. استنى انت جرأة يا أستاذ عبدال، يعني ده جازتنا يا اخويا ان احنا اتنازلنا؟ هي ما تقصدش. على فكرة انا اقصد واقصد قوي. ومين اصلا الست البيئة دي؟ لا 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 جرى ايه بقى؟ وبعدين يا استاذ عبدال ما تعمل كنترول شوية يا اخوي. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح، تبقى خالة شريهان واخت شادية مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقولك ايه يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين تفتكركوا، كفايه قوي لحد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه يروحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاع دي هرشتني جاي. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوصه هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه؟ أنا هوصلكوا. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقوله خالتي ازاي؟ انجوي ات، أنا ماشية مع نفسي. هي على طول يا أخويا مخنوقة كده. ست صباح أنا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبة قوي بس هي عصبية حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفتة البيضة بالظبط. قصدك البفتة البيضة؟ ايوه بالظبط هي البفتة البيضة. ولا يهمك يا سي عبد الله حصل خير. اي برضك زي اختي الصغيرة بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس بس ما شافتش تربية. انا برضو مقدر البهدلة اللي حصلت لكم النهاردة في الاسم. عادي احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهاردة، زي ما تقولي كده ليكم شوقة. القلوب عند بعضيها يا سي عبدالله، انت كمان كان ليك وحشة. طيب ما تيجي. اجي فين يا اخوي؟ في الفيلا. في الفيلا عندي. ما تيجي بكرة تشرفونا نتغدى مع بعض والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله نيجي يا سي عبدالله، وهو البنات يقعدوا مع بعضين واحنا كمان نقعد مع بعضين. هو ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اختي وده ايه ده يا اختي ده؟ عادي يا خالتي عادي، هما الناس البهوات بيبقى عندهم النوع ده كتير.
سيدك موجود؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا أيتها الكاميريرا الفلبينية، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حاصلة ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك أيتها البلهاء. فضل. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا بنتي يا شريهان، ده لبلب في اللغات. امال يا خالتي، ما شاء الله عليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اللي انا بيتي نور النهارده. منور بصحابي يا استاذ عبدال. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. اهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود. احنا اهل يا جماعه، احنا على طول تحت النظر يا عمو. عمو، الله، بحب الكلمه دي منك قوي. طلع بوقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبدال، دي حاجه بسيطه كده، 5 كيلو يستفنجي وطبق بسبوسه يستاهل بقى. والله ما كان له لازمه التعب. اول مره اشوف بسبوسه تجيب بسبوسه. طيب استاذنكم، البيت بيتكم، انا هطلع بس اندهن اللي واجي على طول. برضو عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت. نيلي معلش، نبقى نتكلم بعد ما يمشوا، بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي. هو مين قالك اصلا ان انا هقابلهم ولا هنزل اقعد مع الناس الجرابيع دي؟ نيلي وبعدين عيب، دول قرايبنا. قرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟ شريهان اللي قاعده تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو اخويا مش شقيقي، من ام تانية، عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحده تانية غير ماما ميمي. انا رحيم. ايه ده؟ لا انتي لسه عايشه؟ مين دي يا خالتي؟ دي الحاجه ميمي، مرات جدك مكاوي. ازيك يا حاجه؟ سلمي على ستك يا شريهان. ازيك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عامله كده؟ الزمن غدار، هدها من عمايلها السودة. أصلها كانت ست قادرة وما كانتش بتق جدتك ولا أبوكي، ومن ساعة جدك ما مات وملقوش ولا مليم من ثروته وهي حالها بقى عامل كده. وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى، زي ما تقولي العلاقة ما بيننا خفت، خصوصا إن ماما ميمي ما كانتش بتحب أبدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم أخويا الله يرحمه هو كمان، فعشان كده كانت بتمنعنا إن احنا نروح نشوف بعض أو نتزاور. طب بعد الهري ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلي تقابليهم وتضيفيهم كمان كويس. الله، مش قرايبك دول؟ قرايبك انت ودي بنت اخوك انت، انا مالي؟ نيلي من فضلك، شريهان تحت دلوقتي عارفه انك موجوده، لو ما نزلتيش تقابليها يبقى شكلك وحش. على فكره يا بابي، انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص، لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معاهم، اعمل اللي انت عايزه، دو وات ايفر يو وانت. يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عيله تودنا، بدل ما احنا بطولنا احنا الاثنين كده، حتى بعد عمر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحي له. بليز، انا مش بحب النيجاتيفيتي وشغل المتسولين ده، من فضلك اخرك معايا. هفضل قاعده في الاوضه محبوسه لحد ما هم يمشوا، وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي، في السبا، بعمل دايوز مع اصحابي، اي حاجه، بس ريممبر ان انا هفضل محبوسه في الاوضه لحد ما الناس دي تمشي، وهعصر عن نفسي زيتونه، ليمونه، whatever، مش whatever، ليمونه. زيتونه ازاي هتعصريها؟ انا ممكن اعصر زيتونه عادي. لا، ليمونه. اوكي، هعصر على نفسي ليمونه، بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعده محبوسه عشان الجرابيع دول يتبسطوا تحت في بيتي. منوره يا حاجه مين. خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرا ميكي. الله يكحمه جدك بقى مطرح ما راح. ما انت عارفه ان هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيكتب لغز ميكي. حسبي يا بنتي لا تعضي. استني يا خالتي اما نشوف. يا ماما، ايه ده؟ يحيي العظام. وبعدين معاكم انتوا كل شويه هتضايقوني، انا مش قلت لكم ان لسه ما قريتهاش؟ مام بليز اهدي، بي كوايت مام. ايه ده؟ عشان خاطري؟ طب ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر شعرك. مام لما بتسخني شعرك بيحمر. ايه ده؟ عمو ما تخافوش. لا ما نخافش ايه يا عمو، دي بتقوم تمشي. ايوه ما هي بتمشي.
امال قاعده على الكرسي ليه؟ بتشتغلنا؟ لا ابدا، هي بتمشي وساعات ما بتمشيش، بتتكلم وساعات ما بتتكلمش، اصل هي مش قاعده، هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني ثنائي القطب وضلالات. طبعا ما هي طول عمرها ضلاليه وتاكل مال النبي اكل. انتوا عملتوا لها حاجه؟ ما عملناش حاجه خالص يا عمو، ده انا بس كنت باخد منها المجله زامت عليا وقامت مشيت. طب ودي حاجه بسيطه يا بنتي، المجله دي اللي سابها لها داد الله يرحمه. وهو المرحوم ساب حاجه غير المجلات؟ ايوه صحيح يا عمو، امال الثروه بتاعت جده راحت فين؟ هو مش كان عنده شركه شحن وتجاره لعب اطفال وكده؟ والله يا بنتي ما حد يعرف، الله يرحمه صفى الشركات كلها وما نعرفش ودى الفلوس فين، حتى شركه الشحن لولا وقفتي وشويه فلوس من مامي تنلي قدرت اوقفها تاني على رجليها. يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود اراضي ولا املاك ولا اي حاجه؟ والله يا بنتي لا ابيض ولا اسود، ما لقيناش في الخزنه غير العدد ده، بس داد كان قال ان الثروه في لغز ميكي، جايز يقصد ان الثروه الحقيقيه في العلم اللي سابه. علم؟ شلاه يا علم، يعني هو كان حفر الكنال يا خي. مش مهم، ما علينا. هي الأمورة الزغننة فيه؟ الأمورة الزغننة في النادي، عندها تدريب، متفوقة رياضيا جدا. النهاردة كلموها قالوا لها ان عامل لها تكريم صغير كده في النادي، كانت زعلانة جدا ان مش هتحضر معنا الغداء، قدمها فرد فنية. اعمل ايه يا داد؟ قلت لها بنتي روحي وحصلين، واحنا بناكل هتلاقيها جت على طول. يلا اتفضل. لسه قدامي شويه يا سو، انا قاعده متثبته في الاوضه مستنيه لحد ما يمشوا. بقول لك ايه، انا هنزل اجيلك دلوقتي، مش مهم خلاص طز فيهم بقى بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجه. سو ممكن اطلب منك طلب؟ فكره الجام اللي اديتيهولي المره اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه، سمره؟ سماره. ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عماله باكل فيها مش قادره تفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو، باي. كسوف بقول لك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام، قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح، ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. بتشتغلي يوم جمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله ثلاث شغلانات على كده يا بنت مقرشه، ها ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عجل واعمل فرح. بلوزه؟ ثلاث شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيب ورقك وتجيب الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة أمك. وحياة أمي. أسفة يا عمي، أصل يعني الخضة بس اتخطيت، معلش بجد. طبعا يا بنتي، إزاي يبقى عمك صاحب أكبر شركة للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدلة دي؟ ها ربنا يعلي ما قصدك وأشوفك في أعلى المراتب يا سي الأستاذ عبد الله يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلوة قوي الدعوة دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص انا ساعة كده وهجيلكوا. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من نادي نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذة النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم دي، احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاعه؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك برد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟
ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي. وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي. وبعدين اخوات دي احنا مش اخوات اصلا. جرايه يا بنت انت مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي. لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. اتجننتي تدفعي عليا السكينه في بيتي؟ اقف عليك السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو انت حامل. الحمد لله ان احنا بناكلك يا بنت. قسما بالله قدامك بطبق السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر. انا هفهمها حبيبتي، هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي تسع شهور. لفة بعيدة قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد. لما ارجع مش عايزة الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبدالة. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزقك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش ادوم لك. اوعى ايه من وش. يلا يا خالتي يلا. يلا اسكت. اديني سكت. عمو طبعا الخلاف اللي حصل بيني وبين بنتك قليله الربايه ده ملوش اي علاقه بموضوع الشغل اللي بيننا، يعني عشان اثبت لحضرتك قد ايه انا بروفيشنال في الشغل. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا حبيبي.